حياكم الله من جديد. اليوم بدأ الحراك في المشهد النصراوي لرئاسة النادي بعد فترة طويلة من الهدوء، يعني من أعلن الأمير فيصل بن تركي استقالته وإحنا ما سمعنا لا حس ولا خبر، لكن اليوم تغير الوضع. بيان صادر من فهد المطوع رشح نفسه ووضع النقاط على الحروف بعد اجتماعه مع العضو الداعم وتوزيع أيضا الديون اللي على النادي واستراتيجيته القادمة.